أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم تاني في برنامج حكاوي اليوم الفقرة دي فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها مع اقتراب مناسبة العيد الكبير عن الأضاحي إزاي الأضحية تكون مناسبة وإزاي نقدر نختارها ضيف الكريم النهاردة المهندس علاء البعل مؤسس مهم جدا في الإنتاج الحيواني وصاحب ومدير مزارع المهندس علاء البعل للإنتاج الحيواني مساء الخير يا باشمهندس أهلا بيك علاء في البداية خليني أسألك السؤال اللي بيتسأل كل سنة <applause> ازاي اقدر اختار الاضحيه بتاعتي والمعايير اللي على اساسها اعرف اذا كانت الاضحيه دي مناسبه ولا صحتها مش كويسه سليمة. قبل اي حاجه خالص نبدا كلامنا صلى على حبيب قلبك يطيب عليه الف صلاه وسلام آه ده موسم الاضاحي مم. وده يعني كل مم. يعني يمكن عامه الشعب المصري بيسال السؤال ده ازاي اختار الاضحيه ازاي اعرف سليمه مش سليمه ونوع الاضحيه والوزن المناسب للاضحيه تمام آه احنا عندنا الاضاحي عندنا عجل باري <applause> عندنا عجل جاموسي عندنا خروف تمام وعندنا برضو امهات اللي هي مخلصه ولاده لو بدانا بالعجل البقري وده كله النهارده بيضحي بالعجل البقري يفضل يا آه استاذ آه احنا برضه أهم, اهم حاجه اهم حاجه يا يفضل العجل البقري لا يقل عن 400 كيلو عن ده 400 يفضل. كيلو اه عن 400 كيلو عشان تدي لحمه فيه وحته طيب معاييره ايه؟ يعني خليني افهم منك اديني روشته او ورقه اختار بيها سواء كان العجل او الحولي م. شكله, شكله المناسب حلو الحولي دي انت عندك فكره خطيره الله يبارك لك فضل. اه العجل البقري عشان اخش عشان اخش اي مزرعه او حظيره ما اختار عجل بقري للعيد اول حاجه الشكل العام هو يفضل بلدي طبعا يفضل العجل, الشكل العام. العام هو يفضل, العجل يفضل العجل البلدي الشكل العام ويفضل العجل البلدي يفضل العجل البلدي الشكل العام لما اخذ والذبيحه يكون برضه حيويه نشاط عجل ما فيهوش سمين اعرف زي ما فيهوش سمين انت عايز خبره شويه بس برضه العجل لو حيويته حلوه كده قدامك وماشي يتنططوا زي الفل ده يبقى 10 على 10 طب خليني برضه اقول لك في ناس كتير بتتكلم على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ان شكل اسنانه مثلا لازم يكون كذا سليم. في ناس بتتكلم عن شكل الجسم له مواصفات قياسيه انا عايز اعرف بقى منك الكلام ده لكل المشاهدين ده ده اديني سؤال... علامات صح. وادله اخش كده على الاضحيه بتاعتي اقدر انا اقول الاضحيه دي كويسه او لا ده 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 فعلا سؤال مناسب جدا مم. هو يفضل الاضحيه تكون كسر جوز كسر جوز كسر جوز يبقى يعني كسر سنتين كسره سنتين اه كسره سنتين معظم اللي بيضحوا بيفضل انه كسر جوز حسب الشريعه والسنه بتاعتنا بتقول يعني يعني ايه كسر جوز يعني عدى عليه سنتين اثنين تمام زي ما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام السلام. بيقول لنا او في السنه بتاعته يفضل العجل البقري سنتين عشان يعدي عليه سنتين بيكون كاسر جوز مم. ما يكونش لباني، لباني ده يعني عجل صغير في السن، كاسر جوز بيكون عدى سنتين وده بيكون مطابق تماما للشروط بتاع الاضحيه. تمام فانا يفضل عندي العجل الباري او العجل الجاموسي يكون كاسر جوز، ده افضل حاجه، ما يكونش كاسر اكتر من كده وما يكونش لباني، مم. يفضل كاسر جوز. طيب خليني برضه اقول لك في كتير من الناس اللي بتتفرج علينا مجال الاستثمار في الانتاج الحيواني بيبقى بالنسبه لهم محطه انظار سليم لان بيبقى عندهم مساحات اراضي كتير فاضيه وعايزين يستغلوها اعرف منك ازاي اقدر ابتدي في مجال الانتاج الحيواني من غير ما اخسر اه ده بصراحه ما دي مشكله الناس كلها في الوقت الحالي ان الخساره شيء اكيد استثمارات المجال الحيواني النهارده بتمثل قطاع كبير جدا مم. من الاستثمارات في مصر يعني قطاع كبير بص حضرتك قطاع كبير جدا بس للي فاهم للمحترف محترف. ما انا ما الانتاج الحيواني الا اذا كان عندي خبره ما عنديش خبره أبعد عشان ما اخسرش يعني ابتدي ان انا داخل مؤسسه اشتغل فيها اه ما عندكش خبره ممكن تشارك واحد معاه خبره آه. لكن ما عندكش ما تبقاش كده ما فيش خبره خالص وتخش مجال تسمين المواشي، عشان ما تخسرش. تمام. فالنهارده ده مشروع حلو جدا ومكسبه برده كمان ممتاز للي عنده خبره. ده مكسبه ممتاز النهارده. طيب، في فوائد المواشي في ناس كتير قوي بتتكلم عن نقطة مهمة. طب. ازاي أنا أختار كصاحب مزرعة نوع الماشية اللي هتكون عندي؟ بمعنى أه. في بعض المواشي معروفة بشكل كبير جدا إنها بتضر لبن بشكل مكثف. سليم. في نوع تاني من المواشي بيديني لحم بشكل كبير. وهكذا خليه او في بيبقى مناعته عاليه سليم سليم طيب سليم عايز اعرف منك ازاي انا اقدر احقق معادله كشخص لسه بادئ المشروع ان انا اختار نوع يديني من كل حاجه جزء بسيط سليم صلى الله عليه النبي عليه الصلاه والسلام هو تربيه المواشي عموما بتنقسم لقسمين اثنين حاجه اسمها حلاب وتسمين تمام. حلاب وتسمين الحلاب منفصل تماما عن التسمين الحلاب ده انا اجيب بقره فريزيان او هولشتاين او سيميتال اللي هي السلالات العاليه في اللبن قوي. اه. ودي اضرارها اليومي لا يقل يا يعني عم ادهم لا يقل عن 25 كيلو في اليوم، لا يقل. معنا 25 لحد 50 كيلو في اليوم. م. السلالات العاليه. ده الحلاب قسم الحلاب وده مشروع ممتاز جدا ومربح جدا. الجزء الثاني تسمين المواشي وده دوره راس مال سريعه. بمعنى هجيب عجل مثلا 200 كيلو، بعد ست شهور هطلعه 450 كيلو. تمام. راس دور ده دوره راس، ست شهور ده احنا بنتكلم مثلا في 180 يوم. هجيب عجل مثلا ب 15000 جنيه هبيعه ب 25000 جنيه صرفت عليه 6000 جنيه ربنا رزقني ب 4000 جنيه وده مشروع مربح جدا تسمين المواشي ومكسب على المجال على الفتره القصيره قوي طيب باشمهندس علاء خليني برضو اقول لك على حاجه احنا لما اعلنا على صفحه البرنامج على زور حضرتك جالنا كومنتات كتير جدا من تجار التجزئه سليم بمعنى في سليم. ناس عندهم شكوى أصحاب مزارع ان المكسب الرئيسي للصناعه كلها ما بيكونش لصاحب المزرعه صاحب المزرعه بيطلع له هامش ربح بسيط جدا سهل. سهل. واللي بيبيع للمستهلك النهائي اللي هنا مكسبه كله مكسبه هنا مكسبه خليني اعرف منك ازاي صحاب المزارع يقدروا يعملوا منافس بيع ان هم يقدروا المستخدم النهائي بحيث يعوضوا منظر الخساره اللي بيكون عندهم ده أو. انا هقول لسيادتك على حاجه مهمه قوي قوي هنتكلم برضه نخش بعد اذنك على, على... على... عشان نعرف الخسائر والارباح عن اسعار الاضاحي تمام ودي نقطه مهمه جدا اسعار الاضاحي السنه ديت هنعلنها بشكل عام م. وده يمكن حصري على قناه الصحه والجمال هنتكلم النهارده العجل البقري البلدي بنبدا الكيلو من 55 وينتطل لحد 58 تمام العجل البقري البلدي مم. من 55 ل 58 58 واللي مش يلاقي الاسعار ديت انا عندي الاسعار دي مم. بلدي جاتوا مم. عجل بلدي والصور جت قدام حضراتكم قبل قبل اللقاء عجل بلدي الكيلو من 55 ل 58 يبقى ده الدليل بتاعنا عجل بقري بلدي مم. نتكلم عن العجل الجاموسي النهارده بنتكلم من 50 جنيه ل 52 جنيه اسعار الاضاحي السنه دي. تمام العجل الجاموسي من 50 جنيه ل 52 جنيه الضاني بقى في لعب كتير شويه ما مشكله بمعنى مم. بمعنى اصل الضاني انواع لا هو اغلبيه الطلب بتبقى على الضاني في لعب كتير شويه آه. برده برضه في ناس بتبدا من 55 56 لحد عندنا ناس بتبيع ب 68 جنيه في في لعب كتير ما, نع... ما نع... حضرتك ما نعرفش نحكمها طب بص بمناسبه ذكر بقى حضرتك للعب في آه. مجال اللحوم آه. الضاني آه. بالذات آه. خليني اقول لك حاجات بتحصل وكتير من المشاهدين عارفين الكلام ده سليم. بيجي دلوقتي نشتري الخروف او الحولي يبتدي نلاقي ان الحولي ده شارب ميه كتير سليم نوع العلف اللي هو واخده عشان يسمنه بشكل كبير بعد يومين تلاته هو أوه. بيبقى عارف ان هو هيتدبح فبيحاول يعمل يتدبح كمان ان خلاص على عيد إيه. فبيبقى عارف ان انا اي حاجه هعملها دلوقتي عشان تدي معايا وزن ما فيهاش مشكله سليم طيب انا دلوقتي قدامي حولي نشيط إيه حركته اليوميه بشكل طبيعي جدا وشكله كويس سليم مقوماته الجسديه سلي. تمام سليم كلام جميل م. جيت بعد ثلاث ايام لقيته خس النص وحضرتك وما بياكلش بالظبط اعمل انا ايه تعملش. عشان ما اقعش في الخيه دي او في الفخ ده ا آه. ألف ب في شراء الغنم بالذات الغنم بالذات هاتها من تاجر او جزار موثوق فيه موثوق فيه ما مش هعرف افرق هتبقى صعب آه. هيبقى صعب عليك الموضوع ده والله بقى تفرق برضه هنا نقطتين اثنين أستين اهم حاجه في موضوع شراء الضاني تخلي بالك من الخرب وانت بتشتريه لو مكرش على الاخر والكرش مليان وت... و... ولما اخذه جيت ناحيه البطن اللي فيها المعده الشمال المعده في الناحيه الشمال في, في جميع الحيوانات المقطره المعده في الناحيه الشمال خبطت على الناحيه الشمال كده لقيتها ب... ب... معاك زي كده بتطبل اه ابعد عني م. لقيت الوضع طبيعي وما بتلقش وتمام يبقى ده خروف ما فيهوش غلطه ده اهم حاجه طيب شو علاء برضو في نقطه مهمه جدا الناس كتير بتتكلم فيها الاعلاف ولعب الاعلاف كبير جدا سليم. خليني اعرف منك ازاي اقدر ان انا اقدم خليط من العلف يديني نسبه لحوم او تسميد سواء كان للعجل او الماشيه بشكل عام سليم. بشكل سليم. كبير وما بقاش ان انا شاري العلف جاهز عشان ما ادفعش فلوس كتير. اه على النبي. عليه الصلاه والسلام. احنا النهارده الاعلاف مكون او عامل رئيسي في نجاح الثروه الحيوانيه في مصر، مم. عامل رئيسي. الاعلاف وبص يليها التحصينات. تمام. هنتكلم عن الاعلاف، الاعلاف ديت النهارده معظم مصانع العلف ممكن عشان ما اظلمش حد، ممكن مش معظم ممكن بعض المصانع بتلعب في العلف شويه. فانا اتغلب على كده ازاي؟ اعمل علفه اكونها على ايدي في البيت تسمع لي اقولها في دقيقه واحده بالظبط ما انا واحدة. عايز اعرفه منك المواصفات في دقيقه واحده احنا هنتكلم عن علف تسمين للعجول اللي هي بمثلا 200 250 كيلو مم. مش بص على مدى مش هناخد دقيقه واحده بس انا عايز اعرفه اتفضل ماشي هنتكلم عن تركيب الطن ماشي طن علف تسمين يا ريت المشاهدين المحترمين يجيبوا ورقه وقلم يكتبوا الكلام ده مم. طن علف تسمين وزن 250 كيلو البروتين بتاعه لا يقل عن 18% تمام هنجيب 400 كيلو دوره مدشش وسط 400 كله دورم دش تمام و200 كيلو رده ايوه في الاخر يدينا طن و150 كيلو فول صويا بينا كده كام 600 750 كيلو 150 كيلو مستخلص بذره قطن تمام 50 كيلو كسر فول او عيش مخلفات العيش بتاع البيت بقى كده عندنا المجموع 950 كيلو لو تجمع الحاجات دي تمام 50 كيلو التانيين 5 آه كيلو ملح معدني 5 كيلو خميره الحاجات دي موجوده عند محل الادويه البيطريه 5 كيلو فيتامين ا د 3 ه 20 كيلو ملح 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 طعام بتاعنا و20 كيلو بودره بلاط مصدر للكالسيوم في العليقة بودره بلاط بودره بلاط اللي احنا بنسيبها البلاط دي آه. ده مصدر للكالسيوم في العليقة بدل العظم والكلام ده م. فلو جمعت ده كله هيدينا طن الطن ده بروتينه بالحسابات لا يقل عن 18% بروتين بيكفي مدة دقيقتين طبيعي بقى متوسط متوسط أن انا بدي العجل من وزنه كل 50 كيلو جرام يعني مثلا عجل 200 كيلو بياخد 4 كيلو في اليوم كل 50 كيلو جرام حي من وزن العجل بديله كل علف مثلا رب مثلا حضرتك 400 كيلو ياخد 8 كيلو وهكذا طيب تنويه لكل الساده المشاهدين المعادله اللي احنا اتكلمنا فيها والوصفه دي هتكون موجوده طبعا الحلقه على اليوتيوب حصري لقناه الصحه والجمال برنامج حكاوي اليوم استاذ علاء خليني بقى اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا غير الاعلاف والمواشي على راسي يا عم أده. مقومات اللي على اساسها اقدر ان انا احدد سعر اللحمه كل سنه بيكون ازاي إحنا كل سنة لو تلاحظ من 2017 مم. لحد السنة ديت سعر اللحمة في سعر النسي... اللحم الصاحي آه. إجلس في... أيوه, في أيوه, أيوه في أنا بتكلم في... على الصح كنا في 2017 لو تتذكر كان كيلو الصاحي ب 63 و62 جنيه تمام السنة اللي فاتت كنا بنبيع كيلو الصاحي ب 54 و52 جنيه إيه اللي بيتحكم في الأسعار ديت؟ ما هو ده اللي أنا عايز أعرفه آه السوق السوق والعرض والطلب ده مهم جدا السوق والعرض والطلب والقوة الشرائية مين إيه اللي يدي القرار؟ لا ده سوق لا حضرتك يعني بيكون اتفاق مثلا ما بين لا المزارع ولا لا لا ولا بيبقى لا بورصه لا ده بورصه سوق ما فيهاش كلام آه انا عندي سعر النهارده انا عندي النهارده سعر السوق كله على مستوى جمهوريه مصر العربيه بيتأرجح بين 55 و 58 بعض المزارع بتبيع عيادي ب 60 جنيه ودي قله نادره قلنا اللي بيتحكم بده سوق عرض وطلب القوه الشرائيه طب انا دلوقتي كمشاهد ما بكونش عندي الخبره الكبيره في مجال الانتاج الحيواني حلوة عايز اعرف السعر او دليل امشي عليه ان انا بعرف ان السعر بتاع العجل ده مثلا مش هيعدي كذا ومش هيقل عن كذا اعرفه منين صلى على النبي عليه الصلاه والسلام إيه ده سؤال فاهم من اوجه عايز الأع... ازاي اعرفه منين النهارده لك ان تعلم يا عم ادم كل ما بي... اللي بيروح يشتري عجل بيسال الاستاذ علي مانسال الاستاذ ادم بيسال 100 واحد قبل ما يشتري بي... هو بقى بيوصل حضرتك لا لانسب سعر النهارده برضو اللي بيحدد السعر زي ما قلنا القوه الشرائيه القوه الشرعية عند المجتمع المصري في الايد الكبير اكبر قوه شرائيه على مستوى العالم العربي في ال... يعني تلورت... انت لو رحت طبعا حضرتك رحت السعوديه لو رحت السعوديه بيذبحوا كل بص كل بص جدا في العيد الكبير مم. المغرب تونس لكن مصر اكبر دوله عربيه بتتبع جول في العيد الكبير طيب خليني بقى انتقل معاك لحته مهمه جدا وهتبقى مهمه لكتير من أصحاب المزارع الرعايه البيطريه ايوه في ناس كتير بتبقى بالنسبه لها فاكره ان انا طالما جبت عجل او جبت نوع من الجواميس لا مثلا لا لا او لا لا الحولي عنده مناعه عاليه فانا مش محتاجه طعام مش محتاج, أطعم لا لا ده محتاج ده رعايه اهم من الاكل والشرب أهم من الأكل والشرب 100 التحصينات والتجريعات، في تحصينات وفي تجريعات. طب خليني بقى أعرف منك إزاي يبقى عندي كده جدول سليم. ماشي عليه أطلع سليم. من عندي أضحية صحتها زي الفل وفي نفس الوقت سعرها كويس. سليم، أهم من الأكل والشرب زي ما قلت لك يا التحصينات. التحصينات ديت متوفرة في الطب البيطري، أي إدارة بيطرية ورخيصة جدا، العجل تقريبا ب 20 أو 25 جنيه بنحصن أول ما نجيب العجل بنحصنه مش دلوقتي، بالنسبة مثلا من, مثل من خمس ست شهور فاتوا بنحصنه حمى قلعية. تمام والنهارده يعني بحضرتك الحمد لله الطب البيطري على مستوى الدوله موفر التحصينات دي لجميع مراكز الدوله جميع الادارات البيطريه عندها الحمى القلاعيه بيجيبوا حصانه حمى قلاعيه وبعد 15 يوم بحصنه تاني بكرر التحصين تاني ده بالنسبه للحمى القلاعيه دي حاجه اسمها تحصينات عندنا بقى تجريعات بعد ما احصن اجرعه اجرعه يعني ايه؟ انضف العجل من الديدان اللي في بطنه ده انا بحصنه بجرعه سوبر ايفوماك مره وبعد شهر بحصنه بجرعه كمان مره طيب بشمهندس حلاق في نهايه الحلقه انا عايز اعرف منك حاجتين مهمين جدا. دلوقتي انا لو حابب ان انا اطلب من عندك الاضحيه أوه. هل بيكون عندك خريطه او شحن لكل المحافظات على مستوى الجمهوريه؟ عندي عندي اسطول نقل لجميع انحاء الجمهوريه. طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه والاهم ايه المعوقات اللي بتقابل ثوره الانتاج الحيواني او صناعه الانتاج الحيواني اللي انا اقدر ان انا اناشد الدوله انها تكون موجوده؟ ده اهم سؤال في الحلقه كله. م. عندنا عشان انجح الانتاج الحيواني عندنا حاجتين اتنين راسيتين. اول حاجه موضوع الأعلاف العلاف ده لازم يكون عليه سيطره الأعلاف النهارده فين العلف عدى 6000 جنيه عدى 6000 جنيه العلف النهارده حضرتك راح في دهي تاني حاجه واهم حاجه الدوله وانا اناشد من هذا المكان آه وزير الزراعه اعاده مشروع القوم للبيتلو المشروع القومي للبيتلو ده بس انا ما رجعوش على الورق يا عم أدها. ارجعوا على الواقع لا انا عايز اقول لك على حاجه فضل. هو وجهه نظر الحكومه في الوقت الحالي مم. يعني بيدوا رعايه بشكل كبير جدا للصناعات القوميه في مصر والنهارده انت معكش فلوس روح قرض من البنك 5% بحضرتك 5% ده ما يذكرش الدوله بتشجع على الاستثمار لا بتشجع مم. لان مداك النهارده جميع البنوك مديها قروض 5% 5% معلش خمسة 5% بتنق... ديت مش قرض ده حاجه بسيطه جدا ما انا عارف عشان كنا بنجيب القرض ده كنا بنجيبه في التسعينات في تمام بحضرتك ب 20% النهارده 5% بشمهندس علاء انا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك الكلام عمر. معاك ما بيخلص الوقت يخلص بسرعه كده وعايزين عايزين نقعد مع بعض في وقت ثاني الوقت يخلص بسرعه كده ده حقيقي انا تحت امرك واذنك وانا كنت سعيد جدا باللقاء مع حضرتك انا تحت امرك واذنك اعزائي المشاهدين اتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده من برنامج حكاوي اليوم انتظرونا في مفاجات اكثر مع كل رواد الاعمال في كافه الصناعات